أهلا وسهلا فيكم أصدقائي مرة ثانية بالقناة. اليوم رح نكفي بدرس الأزمني. درس الماضي حكينا عن present tenses، اليوم نحكي عن أزمنة الماضي past tenses، ودرسنا اليوم رح يكون عن زمن الماضي البسيط simple past. خليكم معنا. صيغ الماضي: أولا الماضي البسيط past simple، صيغته أو بالإنجليزي form، بيجي أول شيء الفاعل subject، بعدين فعل تصريف تاني verb to، بعدين object هو مفعول به أو اسم مجرور. بالنسبة لتصاريف الأفعال، التصريف الثاني والثالث رح أضمن لكم جدول، هذا جدا مهم، لازم يوميا تحفظوا منه مثلا تصريفين أو ثلاثة لحتى يصير استخدامه عليكم سهل. في عنا أمثلة: I worked in Germany، بمعنى أنا عملت في ألمانيا. Work هو فعل نظامي، يعني لما عم نحوله للماضي بس منضف له إيدي، يعني ما عم نغيره تغيير كامل مثل الجدول اللي ضمنت لكم إياه من شوي. إذن I worked in Germany، أنا عملت في ألمانيا. مثال تاني: We went to the cinema yesterday، نحن ذهبنا إلى السينما البارحة. الفعل went هو ماضي الفعل go، لأن الفعل go من الأفعال الشاذة اللي هن مسميون irregular verbs، اللي هن الجدول اللي تضمنتو من شوي. لذا من المهم جدا جدا حفظ تصاريف الأفعال جميعا. وتصريف الفعل go: التصريف الأول go، الثاني went، الثالث gone. استخدامات الماضي البسيط: الاستخدام الأول للتحدث عن عمل ما حدث في الماضي. مثال: I saw a movie yesterday، أنا رأيت فيلما البارحة، وهذا عمل حدث في الماضي. الاستخدام الثاني عندما نريد أن نتحدث عن عمل ما بدأ في الماضي وانتهى في الماضي، ويأتي غالبا مع الدلائل yesterday البارحة، from to يعني من مثلا الساعة كذا إلى الساعة كذا أو أي فترة معينة، في عنا كلمة for، all day بمعنى طوال اليوم، all year يعني طوال السنة، last week الأسبوع الماضي، last مثلا month night إلى آخره حسب يعني الكلمة بدنا نحكي عنها، one year ago يعني من سنة واحدة مضت، that day يعني ذلك اليوم، at that moment في تلك اللحظة. هدول كلهم دلائل الزمن الماضي البسيط، يعني ايمت ما تواجدوا بالجملة معنى هذا الحدث أو العمل قد حدث في الماضي. عندنا مثال: I worked in Canada from 1990 to 1995، بمعنى أنا عملت في كندا من عام 1990 لعام 1995. إذن عمل بدأ في الماضي وانتهى في الماضي. مثال تاني: He lived in Brazil for two years، هو عاش في البرازيل لمدة سنتين.
عمل بدأ في الماضي وانتهى في الماضي، لذا هو الآن خارج البرازيل. They sat at the beach all day. هم جلسوا في الشاطئ طوال اليوم. دليل طوال اليوم هو دليل ماضي بسيط، وفي عنا الفعل sat هو فعل غير نظامي يعني irregular verbs، فكله تغير. التصريف الأول منه sit S-I-T. الاستخدام الثالث منه للتعبير عن أحداث متسلسلة حدثت في الماضي، مثال I finished my work, walked to the beach, and found a nice place to swim. أنا أنهيت عملي وتمشيت على الشاطئ ووجدت مكاناً رائعاً للسباحة. هون عم نحكي عن تسلسل أحداث كلها حدثت في الماضي. والاستخدام الرابع يستخدم مع الجملة الشرطية conditional clauses، طبعاً بالدروس القادمة رح نحكي عنهم بإذن الله. الفرق بين الماضي البسيط والحاضر التام. نستخدم الماضي البسيط عندما نريد التركيز على العمل أو وقت حدوث العمل وليس الأثر. قارن بين الجملتين التاليتين He has أو he's broken his leg، يعني لقد كسر ساقه. عمل بدأ في الماضي وانتهى، ولكن نريد الأثر وهو أن الساق ما زال مكسورا. أما الجملة الثانية He broke his leg at 4 o'clock، لقد كسر ساقه في تمام الساعة الرابعة. هنا نريد التركيز على وقت حدوث العمل وليس الأثر. نستخدم الماضي البسيط أيضاً للتعبير عن وقت انتهى في الماضي، ويجب أن يأتي هذا النوع من الجمل مع yesterday البارحة، from to، for، all day طوال اليوم، all year طوال السنة، last week الأسبوع الماضي. last وأي كلمة بتدل على وقت، مثلا last night، last month مثل ما سبق وذكرنا هالشيء، one year ago منذ سنة واحدة مضت، في عنا that day ذلك اليوم، at that moment في تلك اللحظة. مثال he has أو he's left last year، هذه جملة خاطئة، يعني هون استخدمنا الحاضر التام مع دليل ماضي بسيط. والجملة الصحيحة هي He left last year، يعني هو غادر السنة الماضية. هون استخدمنا تصريف تاني من الفعل leave صار left، و last year دليل الماضي البسيط، هيك صارت الجملة صحيحة. مثال تاني He has أو he's come back yesterday، وهذه جملة خاطئة. الجملة الصحيحة هي He came back yesterday. استخدمنا التصريف الثاني من come هو came، وأضفنا دليل الماضي اللي هو yesterday، هو عاد البارحة. نستخدم الحاضر التام للحديث عن الأعمال التي حصلت حديثا أو مؤخرا. قارن بين الجملتين التاليتين Have you just had breakfast؟ هل تناولت الفطور لتوك؟ أي مؤخراً. والجملة الثانية Did you have breakfast this morning؟ يعني هل تناولت الفطور هذا الصباح؟ هون حددنا. بالجملة الأولى ركزنا على الفعل نفسه، على حدوث الفعل، أما بالجملة الثانية ركزنا على وقت حدوث الفعل. Thank you.
لا تنسوا الاشتراك بالقناة إذا لسه ما اشتركتوا، اضغطوا زر الجرس، زر لايك، إضافة تعليق ومشاركة الفيديو لتعم الفائدة. See you later.